اصعد اصعد. اوه لحظة سكتة. ها لحظة. اوه ايه اوكي لحظة وينه؟ لحظة اوكي ما تشوفه ما تشوف وينه؟ والله شو وديك انت هناك؟ تعال فور. دخت. يعطيكم العافية شباب، شلونكم وش اخباركم وش مسوين؟ نرجع معاكم اليوم في فيديو ان شاء الله يعجبكم، راح يكون شوي مختلف. اليوم حاب اتكلم انك انت شلون تحمي نفسك من اللي يحاول ياخذ كلمة سرية، سواء كان في الموبايل او كان في الكمبيوتر. شنو البرامج الزينة وشنو تسوي وشنو المعلومات لازم تعرفها؟ ان شاء الله انا راح اذكر لكم اياها كلها، واحاول اني اغطي كثر ما اقدر علشان تكون عندكم الخلفية، علشان تتفادى هالامور، علشان لا حد يخترق حسابك في سواء كان الكمبيوتر او يعرف كلمة السرية مالتك او الايميل او ايا كان من هالبرامج. فتجعبك الفيديو شباب، ما وصيكم لايك وسبسكرايب شباب، تابعونا حاليا نبلش وياكم. نرجع معاكم شباب في موضوع جدا مهم لازم تعرفونه قبل ما نبلش اتكلم عن البرامج واتكلم شنو تسوون من ناحيه الكمبيوتر والموبايل اب. اولا قبل كل شيء، انت جهازك او اي معلومات تخصك انت شخصيا، سواء كنت شخص او شركه او ايا كان بزنس، دائما وابدا لا تخلي معلوماتك الخاصه اكسبوز. بمعنى في بعض من الشباب او في بعض من البنات يحطون مثلا على الفيسبوك او على الانستغرام تاريخ ميلادهم، يحطونه public، او مثلا يحطوا لك اسم الكامل public، او يحطوا لك السكن، او يحط لك هذا. هذه المعلومات تساعد اللي بيحاول يخترق جهازك انه يلم هالمعلومات هذه. ليش؟ لانه اذا بيسوي مثلا، نفترض ان عندك reset password، اغلبية الناس تسوي تحط مثلا الكلمة السرية مثلا تاريخ ميلاده، او مثلا يحط محساب مثلا ايميل كلمة سرية تاريخ ميلاده، سنة ميلادية او الشهر او اليوم. فانت لازم تعرف انك دائما وابدا تحط كلمة سرية صعبة. اي نعم صعبة، يعني 16 او 18 ديجيت نمبرز، سواء كان لور ابر سيمبلز ارقام تكتبه، تحط لك انت شيء خاص فيك. تاخذ لك دفتر نفس هذا هارد كوبي، هذا الدفتر انت تحط فيه كل معلوماتك، سواء كان كلمة سرية سواء كان باك اب اي شيء، هذا تاخذه وتقطه في التجوري. هذا كل شيء يخصك انت. زين ليش تاخذه؟ لانه لازم تحط لك كلمه سريه صعبه. حاليا في كمبيوترات وفي برامج تحاول انها تقدر تكسر كلمات سريه، سواء كانت سهله او قصيره. فدائما وابدا ان حط ببالك لازم تاخذ لك كلمه سريه صعبه، يعني بمعنى ان عشان لا حد يقدر يخترق جهازك. زين، او خصوصا انت تعرفون اغلبيه الناس اللي عندهم كريبتو كرنسي، يشتغلون على كريبتو كرنسي، فاهمين اكثر. ليش؟ لانه ياخذون بالفلاش ميموري يحطونه او يحطونه في الهارد كوبي ويقطه في التجوري. فهذه معلومه مهمه، لا تخلي معلوماتك اللي تخصك سواء كانت عائليه او تاريخ ميلادك او مكان اللي انت موجود فيه انه يكون اكسبوز، يعني بمعناته انه يكون متوفر. لان لما يكون متوفر وايد سهل ان احد يقدر ياخذ هالمعلومات ويقدر يسوي ريسيت على الباسورد مالك، يقدر يغيرهم بسرعة. وهذا شيء وايد ناس تطيح فيه وايد ناس تسويه، يحط له كلمة سرية تاريخ ميلاده، أو كلمة سرية مثلا عنده يا اللي هو يوم ميلاده، أو شيء يعني معناته أنه قريب حق هالتاريخ أو المنطقة هو ساكن فيها. فهذا الشغلات هذه لازم أنت ما تكون تخليها متوفر. الشيء الثاني والمهم اللي لازم تعرفونه، سواء كنت تشتغل على الماك أو على PC window، او سواء كان على الموبايل، دائما وابدا خلي شغلك اصلي. بمعناته اللي شغال على الماك الاوبريتنج سيستم مالهم دائما يكون اصلي، بس على الويندوز لازم تكون عندك زين ويندوز اصلي، يعني معناته انك انت يكون عندك ويندوز برو، ويندوز هوم، ما يكون مثلا كراكت او مثلا يكون مثلا عندك يا مضروب. لا، لازم يكون اصلي، تشتريه الكود نمبر تخليه عندك علشان ان هذا يكون شغال عندك السيستم اصلي. زين، وبعدين لازم يكون عندك برامج حماية أصلية. ليش؟ لأن هالبرامج الحماية الأصلية دائما تساعد الكمبيوتر إنه يتفادى مثلا عندك مالوير، مثلا عندك أنتي فيروسز، هالأمور هذه كلها. زين، هذه ليش تساعد؟ تساعد لأن أنت أي كلمة سرية تخزنها سواء كان في الويب براوزر أو سواء كان في البرنامج ما يكون إكسبوز، يعني ما يكون معرض زين للنشر، سواء كان في برامج كثيرة
في ناس تنزلها في الداونلود او ساعات مثلا تشتغل فيها في الـ في الـ في الابلود تصير هالامور هذه. فهذه جدا جدا مهم انك لازم تخلي شغلك كله اصلي فصلي، لا تحاول انك تسوي كراك او انك تسوي هايجاكينج حق اي برنامج او انك تنزل شيء انت ما تعرفه. انزين، لان اذا تنزل شيء انت ما تعرفه راح ما تدري من شنو في فيروس او ما يكون في فيروس. فهذا شيء مهم انك تسوي له سكان حق الفايل نفسه. ولازم تعرف في شغلات مهمه لازم تعرفها انك قبل ما تبلش تسوي شغلاتها كلها. وفي شيء مهم بعد لازم تعرفه، انك دائما وابدا اي ايميل او اي برنامج او ايا كان لما تفتحه تاكد من اللي داز لك اياه، سواء كان واحد سكامر او سواء كان واحد يبي يحاول ان يهكر معلومات جهازك او سواء كان يبي واحد يعرف. تاكد دائما تاكد، شوف من اللي قاعد يسوي لك ريسنت حق اللي هو الايميل مالك، تاكد هل هو مثلا الفايل هذا انت لما بتنزله داونلود لازم تسوي له سكان حق انتي فايروس وميل وير، ممكن يكون في داخله مثلا في اي نوع من مثلا انكريبت يحاول انه ياخذ معلومات علشان انه شنو انه يكون عنده الكم الهائل من المصادر المعلومات علشان انه يحاول يخترق جهازك. لان الحين من السهل جدا انك تروح تخترق اي بزنس، اي سواء كانت وزاره اي شركه داخليه او خارجيه، لان اذا انت عندك تقنيه او تكنولوجيا قديمه وايد سهل انك انت تحاول تسحب منه. ولما تسحب منه هالبرامج وهالمعلومات تكون عند شخص جدا يكون سيء، راح يحاول انه يستفيد من هالمعلومات سواء كان في فتح حسابات، سواء كان في شراء عن طريق الانترنت، سواء كان في توريد او تصدير، او سواء بيدخل في الويب دارك ويب عشان انه يسوي امور ليجل. هاي في امور جدا مهمه لازم تعرفونها. فدائما خلي معلوماتك سريه، خلي معلوماتك ما تكون يعني متوفره حق الاشخاص هذولا. فركزوا في شيء مهم لازم تركزون، انه دائما 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 لازم تحاولون انك لا تفتح الملف اللي بيسوي لك اياه على الايميل اللي دزلك اياه. تاكد اللي دزلك اياه السندر، تاكد من الويب سايت اللي انت تبي تدش عليه هل هو ويب سايت اوفيشال، تاكد هل هو مثلا عندك اياه هذا المكان اللي انت رايح له هل هو مثلا فيريفايد. فهذا شيء جدا مهم علشان لا تطيح في الغلط. ومثل ما كلمت من قبل شويه، لا تحط كلمه سريه سهله، دائما حاول انك تحط كلمه سريه صعبه صعبه صعبه، اكتبها انت بعد علشان ان هالشخص ما يتعرض انه يحاول ينزل برنامج يحاول انه يسوي كراك حق الكلمه السريه. لان الحين حاليا في برامج في كمبيوترات لهم القابليه انه يحاول يدخل ويسوي كراك حق الباسورد مالك. فهذا جدا شيء مهم انك تحاول دائما تكتب الكلمه السريه في كتاب او دفتر وتخليه عندك، هذا تخليه عندك انت شخصيا تخشه اي مكان انت بس تعرفه. فهذا جدا جدا شيء مهم. ندخل بعده في شيء الخامس، وهو دائما لما تبي تدخل في عنوان سواء كان في بنك او سواء كان ايميلك او سواء كان اي عنوان انت تدخله، سواء كتبت اليوزر نيم والباسورد مالك، تدخل هالعنوان تخلص سوي لوج اوف، يعني خروج، يعني اطلع من هال الويب سايت او سواء كان الاب او سواء كان ايا كان من البرامج تفتحها. لا تخلي الصفحه وتسكرها تدوس على الاكس او تسكرها تدوس على الاحمر في الـ في الاب، لا سوي لوج اوف اطلع. انزين، لان لما تطلع يكون القابليه حق سواء كان في واحد مثلا سيرفر او انت شغال على شبكه الاي بي اي ما يقدر يحاول يسحب هالبرامج، علشان ما يقدر يسحب، لان في بعض من سواء كان انترنت كافيه او سواء كان في بعض الاشخاص، ما اقول لك الكل او في وزارات او في مثلا هيئات او وزارات، مو الكل، اقول لكم اعيد واكرر، البعض عندهم نظام برنامج وهو يعرف انت شنو قاعد تسوي تايبينج، يعني اي شيء تكتبه تايبينج يطلع عنده في يطلع عنده مثل كودينجز تايبينجز اي شيء تكتبه انت. انزين، فهذا يخلي الشخص نفسه وايد اكسبوز على اللي هو اللي انت فيه. والشغله اللي بعدها هي شغله جدا جدا مهمه راح اتكلم فيها، ركزوا معي فيها لان هذا شيء جدا مهم. في عندك شغله في التليفون برنامج اب اسمه اوثنتيكيشن اب. شنو معنات اوثنتيكيشن اب؟ هذا الاب تنزله يعطيك كل 10 ثواني او 30 ثانيه ريجنريت باسورد، يتكون من 6 ل 8 ديجيت نمبرز، ارقام تنزل كل 30 ثانيه. هذه شنو وظيفتها؟ هذه وظيفتها سواء كان عندك برنامج بالفيسبوك، سواء بالانستغرام، سواء كان بالسناب شات. هذه الامور ايش يصير فيها؟ تصير ان كل 30 ثانيه يسوي ريجنريت باسورد، ريجنريت باسورد، ريجنريت باسورد، يعطيك باسورد جديد. هذا يحمي اي شخص علشان ان انت تعرف ان هذا الباسورد مالك خاص فيك. فايش يسوي؟ هو يطلب منك الايميل مالك ورقمك التليفون
اللي هو خاص فيك، وبعدين تسوي وهو تاخذ البار نمبر عشان تنزل الاوثنتيكيتر، وهو يكون اغلبيتهم من شركه مايكروسوفت او جوجل. تنزل هالبرنامج وتشغل الاوثنتيكيشن يشتغل معاك، وبس تربطه انت مع حسابك، تسوي سينك. سينك بمعناته انه يربط الحساب، فيشتغل كل ما تبي تدخل انت تسوي لوجين على حسابك، يطلب منك الاوثنتيكيشن اللي هو الباسورد. زين، فانت تحط الاوثنتيكيشن باسورد، بعد 10 ثواني اوتوماتيكيا يتغير الاوثنتيكيشن، تخلص انت شغلك، تدخل على حسابك في البنك، تدخل على فيسبوك اكاونت مالك، او تدخل على الانستغرام او سناب شات، تخلص شغلك. اهم شيء انك تسوي لوج اوف، تلك الساعة انت تكون في الوضع السليم، ما يكون عندك اي مشكلة ان حاول اي احد يخترق جهازك او ياخذ معلومات الخاصة فيك. فهذه معلومات جدا مهمة، لان في اغلبية الناس حاليا في الوقت الحالي قاعد تشتري من عناوين مو verified، يعني هالعنوان تلاقيه مو اساسا موجود، تلاقيه بس انه منزل العنوان وحاط لك الاسعار وحاط لك طريقة الدفع، بس هو تلاقيه مو verified، يعني verified مع انه مو اصلي مو موجود، هذا بس حاط لك الصورة ومسلعب لك. فدائما تأكدوا من العنوان، تأكد إنزين هل هو موجود ولا مو موجود، تأكد هل شيء أصلي ولا مو أصلي، تشوف الريفيوز، تشوف الناس اللي تحته، تشوف تأكد، يعني دائما حاولك تبحث قبل ما تشتري. إنزين، وأهم شيء حاول إنك تسوي لوج أوف، لأن أغلبية الناس لما تدخل على عناوينهم ما تسوي لوج أوف، فسوي لوج أوف اطلع. إنزين، وحاول دائما كل فترة فترة بين سنة أو ست شهور غير الكلمة السرية مالتك. إنزين، غير الكلمة السرية مالتك، بمعنى انك انت كل 6 شهور او كل سنة غير الكلمة السرية مالتك. ليش؟ لانه يكون صعب جدا جدا لو اي شخص تعرفه قريب منك او اي شخص تعرفه مثلا يعز عليك، تلاقي في بعض من الناس مثلا تاخذ منه تليفونه او ياخذ منك تليفونك او ايا كان، ممكن انه يحاول انزين يطلع عنده الباسورد مالك. فانت تكون بوادي السليم انك شنو، انك تكون عارف اللي هو الكلمة السرية مالتك، وتكتبها اهم شيء على دفتر. وان شاء الله وفيت شباب معاكم، اي شباب يسأل عندكم اياه تقدر تحطوا لي اياها تحت في الديسكربشن. لايك وسبسكرايب شباب، تابعونا.